لمصطفى، يلعب لمصطفى تحت ضغط من بكري، من مصطفى الى دابو، حلوه حلوه حلوه، مرتده سريعه لمصلحه الداخليه، وسقوط وركله جزاء، وركله جزاء، شريف دابو يسقط داخل منطقه الجزاء، والحكم محمد عباس قبيل يشير بالقرار الاول انه، انما مصطفى عملها حلو قوي. شريف دابو، محمد اشرف وشريف دابو في حوار ثنائي داخل منطقه الجزاء، والصفاره تاتي بركله جزاء للداخليه. قد يتقدم في الدقيقه 12 كريم يحيى، وقد تشهد الدقيقه 12 منعطف جديد في المباراه. كريم في مواجهة علي، دعوات من هنا ومن هناك، كريم يحيى وصفرة الحكم، كريم يتقدم، كريم يشوط في المرمى، في المرمى يفتتح التسجيل كريم يحيى في الدقيقة 11 من زمن الشوط الثاني بركلة جزاء، ويتقدم الداخلية من نقطة الجزاء، وتهتز الشباك ونقطة تحول في، ويتقدم للداخلية. أي نقطة تحول؟ حطها حلوة كريم، حطها حلوة كريم، لكن المباراة هتحلو، المباراة هتحلو. تقدم للداخلية، تقدم لعيد مرازيق من نقطة الجزاء،